الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي ما جاء في النصوص من الوعيد الشديد لمن لم يقنع بالحلف بالله. وذلك أن من لم يقنع بالحلف بالله هذا فيه دلالة على ضعف تعظيمه لجناب الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه ما فيه من المنافات لكمال التوحيد. فإن القلب إذا عمر بالإيمان والتعظيم لله عز وجل والإجلال لجنابه سبحانه وتعالى، فإنه لا يفعل ذلك لما في قلبه من تعظيم للرب سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان ما جاء من الوعيد من لم يقنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. فيه النهي عن الحلف بالآباء، وتخصيص الآباء هنا بالذكر لا مفهوم له، لأن النهي مطلق كما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، سواء كان المحلوف به الآباء أو الأمهات أو حياة الإنسان أو الأنبياء أو كعبة الله أو غير ذلك. فإن النهي عام عن الحلف بكل مخلوق، لا يحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. وخص الآباء بالذكر لأنه جرى على الألسنة الحلف بالآباء، وكثر على الألسنة الحلف بالآباء، فجاء هذا النهي، جاء هذا النهي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن النهي عن الحلف بغير الله نهي مطلق، نهي مطلق عن الحلف بالآباء وغيرهم، وأنه من الشرك كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا في الباب الذي قبله. قال: من حلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق. أصلا المؤمن مطلوب منها الصدق في كل حديثه، وأن يكون دائما مع الصادقين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكن إذا حلف فالأمر أشد، إذا حلف أنه صادق أو أن يصدق فيكون الأمر أشد وأعظم، لأن بدون الحلف هو مطلوب منه أن يكون صادقا،
فكيف والحال أنه حلف بالله سبحانه وتعالى؟ قال ومن حلف بالله فليصدق فليصدق. وهذا أيضا من التعظيم لله، لما يحلف بالله عز وجل، لما يحلف بالله يكون صادقا. ومثل ذلك لو قال القائل يعلم الله أنني كذا، يعلم الله أنني كذا، هذه عظيمة جدا إذا كان يقولها وهو غير صادق، وهذا فيه شيء من الإخلال بالعقيدة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول يعلم الله أنني فعلت كذا وهو لم يفعل، أو الله شهيد علي، هذا كله من ضعف التوحيد، هذا من ضعف التوحيد في القلب. قال من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى. وفي بعض نعم قال ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا وعيد شديد لمن لم يقنع بالحلف بالله ولم يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء. النهي عن الحلف بالآباء في الحديث تقدم لا تحلفوا بآبائكم، وخص الآباء بالذكر لجريانه على الألسنة، وإلا فإن النهي عن الحلف بغير الله عام ومطلق في الآباء وغير الآباء. نعم. قال رحمه الله: الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. وهذا إذا لم يكن هناك يعني قرائن على إذا لم يكن هناك قرائن بينة على كذب هذا الحالف، وأنه لا يعظم جناب الله ويحلف ولا يبالي، والمرء عنده قرائن واضحة أنه غير صادق، فلا يلزمه حينئذ أن يرضى أو أن يصدق. نعم. قال رحمه الله: الثالثة وعيد من لم يرضى. وعيد من لم يرضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا وعيد لمن فعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. وهذا القول الذي فيه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بحرف الواو، ومعلوم أن حرف الواو يفيد تسوية، فلما يقول قائل ما شاء الله وشئت حصل بهذا الحرف الذي هو الواو تسوية بين مشيئة الله ومشيئة العبد، بين مشيئة الله ومشيئة العبد. فهذا اللفظ من الشرك، ولهذا في الحديث قال أجعلتني لله عدلا، أي ندا شريكا، لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله عدلا، أي ندا شريكا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فهذا اللفظ جاءت النصوص بالنهي عنه، أن يقول القائل ما شاء الله وشئت. إن كان يريد أن يذكر مشيئة العبد فليعطف بحرف ثم، فليعطف بحرف ثم، يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تفيد التراخي وتفيد التعقيب وتفيد الترتيب بخلاف الواو.
الواو تفيد مطلق العطف، الواو تفيد مطلق العطف، لا تفيد تعقيبا ولا تفيد ترتيبا. فإن كان يريد أن يذكر مشيئة العبد يعطف بثم، يقول ثم، والأولى أن يقول ما شاء الله وحده، الأولى أن يقول ما شاء الله وحده. والعبد له مشيئة، لكن ما شأنها؟ قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. له مشيئة، لكن مشيئته تبع لمشيئة الله، مثل ما نقلنا عن الشافعي رحمه الله يقول: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. يعني الأمر بمشيئة الله، لا يكون إلا ما شاء الله، لا يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن قتيلة بن صيفي الجهنية رضي الله عنها، وهي من المهاجرات الأول، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، وفي رواية: إنكم تنددون، يعني معاشر المسلمين، هذا مراده، يعني معاشر المسلمين إنكم تشركون، وفي رواية: إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، وتقولون والكعبة. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا هذا يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الذي ذكره أنه شرك. الرجل اليهودي قال: إنكم تشركون، في رواية: إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. لو كان هذا ليس شركا ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: هذا ليس شرك، ينفي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير ذلك، فأفاد أنه أقره على قول أن هذا شرك. وكل من اللفظين شرك، ما شاء الله وشئت دلت النصوص الأخرى على أنه شرك، وأيضا الحلف بغير الله دلت النصوص الأخرى أنه شرك. قدم معنا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهؤلاء اليهود سبحان الله عندهم كفر أكبر، عندهم شرك أكبر، ومع ذلك الشرك الأصغر يعرفونه، يعرف الشرك الأصغر، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، وتقولون والكعبة. فهم على شرك أكبر وعقائد عظيمة في الكفر باطلة، ويعرفون أن هذا من الشرك، يعرفون أن هذا من الشرك. قال: تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هنا انتبه إلى فائدة ثمينة جدا في باب التعليم للناس، في باب التعليم للناس مهمة للغاية، وهي أن الإنسان الذي درج لسانه على نوع من الحلف الخاطئ، وأصبح لسانه جرى عليه هذا الحلف، لما ينهى قد يزل لسانه، قد يزل لسانه، ولهذا هو بحاجة إلى إصلاح. ما يكفي تقول له هذا حرام ولا يجوز، ساعده على تخطي هذه المشكلة، ضع له البديل، ماذا؟ المقارب لللفظ الذي تعود عليه، البديل لللفظ الذي تعود عليه. مثلا شخص تعود أن يحلف بالنبي، قل له زد فيها رب، قل ورب النبي، ورب النبي. هذا الذي يحلف بالكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قل ورب الكعبة، زاد فيها ورب، ما قال قل والله،
انتبه، ما قال قولوا والله، قال قولوا ورب الكعبة. لماذا؟ لأنهم يقولون والكعبة، درجت ألسنتهم على ذلك فزاد فيها ما يصلحها ويجعلها سالما من الخطأ. أيضا نفس الكلمة الأخرى، ما شاء الله وشئت، وضع لهم ثم، قل ما شاء الله ثم شئت، مع أن في الحديث الآخر قال قل ما شاء الله وحده، لكن درج لسانه ما شاء الله وشئت، قال له ثم، ما فيه إشكال. وإن كان الأولى أن يقول ما شاء الله وحده، لكن ما فيه إشكال ثم، ولا تؤثر في العقيدة، لا تؤثر في التوحيد. فهذا منهج عظيم في التعليم، لما ينهى المرء عن شيء تعود عليه، درج عليه لسانه، يعطى البديل المقارب لللفظ الذي درج عليه لسانه. لا تقولوا ما شاء الله وشئت، قلوا ثم شئت. لا تقولوا والكعبة، قلوا ورب الكعبة، قلوا ورب الكعبة. نعم. مما أخذه أهل العلم من الفوائد في الحديث، قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. هذا الآن يهودي، هذا يهودي، والشيء الذي جاء به حق، الشيء الذي جاء به حق، أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وأمر الذين يقولون ذلك ماذا؟ أن يعدلوا اللفظ، وأرشدهم إلى اللفظ البديل المناسب. نعم. قال رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. عرفنا أن هذه اللفظة التي فيها العطف بالواو تفيد التسوية، تفيد التسوية. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، جعلتني لله ندا، ندا شريكا، ندا أي شريكا، سويتني بالله. الرجل مجرد لفظ، الرجل الذي قال هذه الكلمة هي مجرد لفظ نطق به، لفظ خاطئ. أما عن عقيدته في قرارة نفسه، لا يعتقد أن مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام مساوية لمشيئة، لا يعتقد ذلك. ومن يعتقد ذلك فما نوع كفره أكبر. فهنا الرجل الخطأ الذي عنده في اللفظ، لا علاقة المسألة بقلبه، اللفظ نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ نفسه يقول له: أجعلتني لله ندا؟ إذن الألفاظ يجب أن تصلح. أنا أؤكد على ذلك لأمر مهم، أن كثير من الناس يقول: أنا والله قصدي طيب. نعم، القصد الطيب مطلوب، لكن أيضا الشريعة جاءت بماذا؟ بإصلاح اللفظ. أيضا مع صلاح القصد أيضا اللفظ يصلح، ما يكفي تقول قصدي طيب ويبقى اللسان يمشي هكذا ما ينضبط، لابد من ضبط اللسان، لابد من ضبط اللسان. فهذا الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، هو خطأ، حصل منه خطأ في اللفظ فقط، في اللفظ، لا يعتقد أن مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام مساوية لمشيئة الله، ولا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام ند لله، ما يعتقد ذلك، لكن لفظ خاطئ. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ ما مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ أي في اللفظ الذي نطقت به، في اللفظ الذي نطقت به جعلتني ندا لله، وهذا من الشرك. ندا أي شريكا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ولا شك أن قول ما شاء الله وحده أولى، لكن إن كان يريد المرء ذكر مشيئة المخلوق فليعطف
بثم التي تفيد الترتيب والتراخي. ومن فوائد هذا الحديث أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، أي شريكا. معنى ندا أي شريكا، والاستفهام في قوله أجعلتني لله ندا استفهام إنكاري. نعم. ابن القيم رحمه الله له كلمة عظيمة في هذا، يقول: هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ما شاء الله وحده، في الرواية الأخرى قال: قل ما شاء الله ثم شئت. يقول ابن القيم: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، أو يقول أنا في حسب الله وحسبك، يا أيها النبي حسبك الله، يقول أنا في حسب الله وحسبك، أو ما لي إلا الله وأنت، أو هذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ويقول نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، وأرجو الله وفلان ونحو ذلك. يقول ابن القيم: فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، أيهما أشنع أعظم. يتبين لك أن قائلها الذي يقول مثل هذه الكلمات التي مرت، أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لذاك القائل أجعلتني لله ندا، أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال. نعم. قال رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل. يعني نعيد كلام ابن القيم الذي يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول أنا بالله وبك، أو بحسب الله وحسبك، أيهما أشنع؟ ما شاء الله وشئت أو أنا بالله وبك. هذه الكلمات التي ذكر ابن القيم كلها أشد، وهي جارية على الألسن، ولهذا يعني الألفاظ التي في السنة في النهي عن مثل هذا القول تشمل كل ما كان مثلها أو قريبا منها أو أشد، يشمله نهي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها. الطفيل هو ابن عبد الله بن الحارث، والده عبد الله بن الحارث كان زوجا لأم رومان، أنجب منها الطفيل، ثم توفي عنها فخلفه عليها أبو بكر
تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، فأنجبت له عائشة وعبد الرحمن، فصار الطفيل أخا لعائشة وعبد الرحمن من الأم، أخا لهما من الأم، ولهذا قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، عن الطفيل وعن عائشة وعن أم عائشة. قال رأيت كأني أتيت على نفر، هذه رؤية منامية، رأيت يعني في المنام، لأن في رواية إمام أحمد الحديث قال الطفيل رأيت فيما يرى النائم، فيما يرى النائم يعني رؤية منامية، فرأى في المنام كأنه أتى على نفر من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. الآن عارضوا لما قال لهم تقولون عزير بن الله، قالوا أنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، عارضوه فيما أخذه عليهم من الشرك الأكبر بشيء يأخذونه على من يقع من المسلمين منها ذلك في الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. وهذا كما تقدم فيه معرفة اليهود بماذا؟ بالشرك الأصغر مع وقوعهم ماذا؟ في الأكبر العظيم. قال لو أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت يعني من الصحابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، بدء خطابته ووعظه وتذكيره بحمد الله سبحانه والثناء عليه. ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. جاء في رواية أخرى للحديث قال إنكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، الحياء منكم أن أنهاكم عنها. كما بيّن أهل العلم هذا الحياء ليس حياء عن الإنكار عليهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يكره هذه اللفظة ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة خطبهم ونهاهم عن ذلك نهيا بليغا صلوات الله وسلامه عليه. قال فلا تقولوا، هذا نهي، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا فيه أن الأولى أن يقول القائل ما شاء الله وحده، ما شاء الله يكتفي بها. إن أراد أن يذكر مشيئة العبد ولا بد مثل ما تقدم يقول ثم ما شاء الله ثم شئت أو ثم شاء فلان. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. قال في مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، لأن تقدم قول اليهودي إنكم تشركون، في رواية إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون والكعبة، ذكر كلمتين كلها شرك من الشرك الأصغر، فهم يعرفون هذا، في أنهم يعرفون الشرك الأصغر مع أنهم واقعون في ماذا؟ في الأكبر العظيم. نعم.
قال رحمه الله: الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان إذا كان له هوى، هذه مسألة يعني يدل عليها هذا الحديث. فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني له هوى في انتقاد، في الإنكار، في نحو ذلك، يفهم وإن كان متلبسا بأمر أعظم. ولهذا يعني بعض أهل البدع عندما ينكر عليه بدعة عظيمة تجده يستحضر بدعة أو شيء في من يخاطبه ويقول أنت تفعل كذا، يفهم والسبب الفهم الهوى الذي عنده، ما هو الإصلاح. الأول الذي كان يكلمه قصده الإصلاح، لكن صاحب الهوى قصده الإنكار فقط واتباع هواه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم والبيتين بعده. قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، أنكرها عليه الصلاة والسلام على القائل، وقال: قل ما شاء الله وحده. أنت الآن وازن بين لفظتين، وازن بين لفظتين: ما شاء الله وشئت، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وقول القائل أيضا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي. وإن من جودك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. من علومك يعني بعض علومك علم اللوح والقلم. والله عز وجل قال لنبيه: ولا أعلم الغيب. فلما تقارن بين هذين البيتين وبين ما شاء الله وشئت، أيهما أشد وأيهما أعظم وأيهما أشنع؟ الذي قال ما شاء الله وشئت وغاضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل ما شاء الله وحده، أو الذي يقول: ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا. لأن في قبله يقول: يا أكرم الخلق، يخاطب النبي: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. أرأيتم لو أن البيت هكذا يخاطب رب العالمين: يا خالق الخلق، يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وإن من جودك، يخاطب الله، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا ما هو؟ توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن البيتين جمع الأنواع الثلاثة. لما يقول: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، يخاطب رب العالمين، هذا توحيد الألوهية: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، وإن من جودك، هذا الربوبية، يخاطب الله، وإن من جودك الدنيا وضرتها عن الآخرة، من جودك يعني فضلك وكرمك يا الله، هذا توحيد الربوبية، وإن من علومك يا الله علم اللوح والقلم، هذا توحيد الأسماء والصفات. فانظر الخلل العظيم لما صدر البيت بقوله: يا أكرم الخلق، وجعل في البيت أو في البيتين أشياء كلها لله رب العالمين، من خصائص الله وحقوقه سبحانه وتعالى. فأي اللفظين أشد، هذا أو ما شاء الله وشئت؟ هذا قول الشيخ، يقول رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلت لله ندا، فكيف بمن قال: من ما لي من ألوذ به سواك. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا.
نعم هذا ليس من الشرك الأكبر، يعني قول ما شاء الله وشئت هذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، من شرك الألفاظ. ويقول الشيخ هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله كان يمنعني كذا وكذا، كان من الشرك الأكبر ما يمنع شيء، ما يمنعه منه شيء أن ينكره. نعم. قال رحمه الله الخامسة مقصود أنه لو كان شرك أكبر لبادرهم بالإنكار صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر رؤيا الطفيل، قال إن الطفيل رأى رؤيا فأقر هذه الرؤيا. نعم. قال رحمه الله السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. أنها أي الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، مثل ما هنا ومثل ما في الأذان وأيضا أحاديث من هذا القبيل. نعم. قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو تقلب الليل والنهار، الدهر هو تقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر، من سب الدهر، يا خيبة الدهر، يا قبح الدهر، يا من هذا القبيل، من سب الدهر فقد آذى الله، سب الدهر فقد آذى الله عز وجل. وجرت عادة المشركين ولا سيما في أشعارهم وقصائدهم ينسبون الشدائد والمصائب العظيمة ينسبونها إلى الدهر ويسبونها للدهر ويسبون فيضيفون إلى الدهر ما ينالهم من الشدائد ثم يسبون الدهر، مع أن الدهر مقلب، الدهر مقلب، يقلبه رب العالمين، يتولى تقليبه رب العالمين، لا يملك شيئا الدهر. فسبه، سب المقلب سب لمقلبه، سب لمقلبه. فهم عندما يسبون الدهر وهو لا يملك شيء، مقلب، الله يقلبه كيف يشاء، يصرفه كيف يشاء سبحانه. فمن سب الدهر فكأنما سب الله عز وجل، فكأنما سب الله عز وجل، لأنهم إنما سبوا فاعله حقيقة الذي يقلب الدهر وهو الله سبحانه وتعالى. والساب للدهر لا يسلم من إحدى رزيتين، لا يسلم من إحدى رزيتين في سبه للدهر، إما مسبة الله أو الشرك. متى يكون فعله شركا؟ إن كان يسب الدهر ويعتقد أن الدهر هو الماذا؟ هو الفاعل حقيقة، فهذا ما هو؟ شرك. وكان يعتقد أن الدهر ليس فاعل حقيقة، وأن الذي يقلبه الله ويسب الدهر وهو ليس فاعل حقيقة وإنما مقلب يقلبه الله، فسبه للدهر سب لمقلبه. فهو لا يخلو من أحد أمرين، إما مسبة الله أو الشرك، إما مسبة الله أو الشرك. إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهذا شرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي له الفعل سبحانه وتعالى، له التدبير، ويسب الدهر فسبه للدهر سب لله عز وجل مقلب الدهر. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا موضع الشاهد، وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا ذكر لعقيدة المشركين، ذكر لعقيدة المشركين أنهم يقولون ويعتقدون أن
حياتهم الدنيا وموتهم فيها، حياتهم وموتهم وهلاكهم فيها، وهلاكهم فيها إنما هو من الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا يتضمن تكذيب بالبعث، تكذيب بالبعث بعد الموت. وقولهم نموت ونحيا، نموت ونحيا، يقصدون يموت جيل ويحيا جيل، هكذا أجيال تأتي، لكن ما هناك بعث وحساب وقيام بين يدي رب العالمين. نموت يعني هذا الجيل ونحيا، يحيا جيل آخر، ثم يموت ذاك الجيل ويحيا جيل جيلا آخر. فمعنى ذلك أنه لا ثم معاد ولا قيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقول ما يهلكنا إلا الدهر، أي الذي يفنينا هو الدهر، يهلكنا أي يفنينا إلا الدهر، والدهر هو ممر الليالي والأيام. الله عز وجل ماذا قال في تتمة الآية؟ وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، يعني عقيدتهم قائمة على الظنون والتوهمات الباطلة الفاسدة التي أردتهم وأهلكتهم. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الآن وأنا الدهر، وأنا الدهر جاءت مفسرة في الحديث، جاءت مفسرة في الحديث. الدهر هذا اسم جامد، اسم جامد، والمراد بالدهر تقلب الليل والنهار، تقلب الليل والنهار. في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر. ليس معنى الله هو الدهر أن الدهر من أسماء الله، ليس معنى الله هو الدهر يعني مثل الله هو الرحمن أن الدهر من أسماء الله. الدهر ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، كل اسم من أسماء الله هذا شأنه، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام في دلالتها على الله، وأوصاف في دلالتها على المعاني: السميع السمع، البصير البصر، العليم العلم، الحكيم الحكمة والحكم، الرحيم الرحمة، وهكذا. الدهر الدهر ما هي الصفة؟ لأن السميع السمع، العليم العلم، الرحيم الرحمة، الدهر اسم جامد، أسماء الله أعلام وأوصاف. إذا قال قائل: إذا ما معنى قول الله أنا الدهر؟ يقول معناه مبين في الحديث، معناه مبين في الحديث، قال: أقلب الليل والنهار، هذا معناه أنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا معنى أنا الدهر، يعني الدهر الذي هو تقلب الليل والنهار إنما هو بتقليب الله له، بتقليب الله له. والدهر لا يملك من أمر التقليب شيئا، لأنه مقلب بأمر الله، طوع تدبير الله سبحانه وتعالى. فسبه سب لمقلبه، سبه سب لمقلبه، هذا معنى قول لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، هو الدهر أي يقلب الليل والنهار، هذا معناه مفسر في الحديث، كلمة هو الدهر مفسرة في الحديث، يقلب الليل والنهار. فالذي يسب هذا المقلب الذي لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، فكأنما سب مقلبه الذي هو الله سبحانه وتعالى. العرب في جاهليتهم
كان من شأنهم ذم الدهر وتقبيح الدهر وسبه عند النوازل وعند المصائب وعند الشدائد، ويضيفون إليه ما ينزل بهم ويسبونه. والفاعل لذلك، الفاعل لذلك حقيقة هو الله، الله هو الذي يقلب الليل والنهار. فإذا سبوا الدهر وأضافوا إليه ما يضيفون من ألفاظ وكلمات قبيحة، فإنما سبوا الله عز وجل، إنما سبوا الله عز وجل لأنه هو الفاعل لذلك حقيقة، فنهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، بهذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر لما تقدم في الحديث: لا تسبوا الدهر. نعم. قال رحمه الله: الثانية تسميته أذى لله. نعم، تسميته أذى لله، لأن الله قال في الحديث: يؤذيني ابن آدم، فسمى فعلهم ذلك أذى لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر. التأمل في قوله إن الله هو الدهر، الحديث فسر إن الله هو الدهر، الحديث فسر هذه اللفظة، قال: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. ما معنى الله هو الدهر؟ جاء مفسر في الحديث: أقلب الليل والنهار، فأنا الدهر أي مقلب الدهر، مصرف الدهر، مدبر الدهر، أدبر الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، لأن علق الحكم في قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر على اللفظ، الألفاظ التي تقال، ولم يلتفت إلى المقاصد أو هل القصد سليم، إنما اللفظ ذاته، قال يؤذين ابن آدم، ولهذا يعني يؤكد مسألة مر التأكيد عليها، وهي أن الشريعة كما أنها جاءت بإصلاح المقاصد أيضا جاءت بإصلاح المنطق والألفاظ. نعم. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نعم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.